من طلاب الله. في كل بيت طفل تتلخص أحلامه كافة في كتاب مدرسي وأول يوم في الدراسة. تلك الرحلة الشيقة حرم منها أطفال غزة، فلم يعد بإمكانهم مداعبة أحلامهم بمستقبل دراسي أفضل أو بساحة واسعة يمارسون فيها طفولتهم البريئة، إذ وجدت غزة نفسها وأطفالها أمام عدو كان لهم بالمرصاد أينما ذهبوا وكيفما كانوا. انتهاكات الاحتلال بحق غزة والضفة الغربية لم تتوقف عند الحرب، بل امتدت للمستقبل، إذ حرم أكثر من 625 ألف طالب من حقهم في التعليم، لا لسبب سوى لكونهم سيصنعون مستقبل تلك الأرض التي تقف عائقاً بين الاحتلال وأحلامه الاستيطانية. أطفال فلسطين الأبرياء تحولوا بين ليلة وضحاها إلى شهداء أو أهداف لعدو أسقط منهم نحو 4551 طالباً، فيما أصيب أكثر من 8193 آخرين، بينهم 41 شهيداً من الضفة الغربية. أما الكادر التعليمي فقد نال من الانتهاكات ما يكفي، إذ استشهد نحو 231 معلماً وإدارياً وأصيب 756 بجروح في قطاع غزة، بينما في الضفة اعتقل نحو 71 عاملاً بقطاع التعليم. مدارس القطاع أبرز الأدلة على انتهاكات الاحتلال، حيث تحولت 281 مدرسة حكومية بالإضافة إلى 65 أممية إلى مراكز للإيواء، فلم تعد بإمكانها العودة إلى دورها الرئيسي كمنبر للعلم أو الاستمرار كملاذ آمن يحتضن بين أسواره الآلاف بل مئات الآلاف من النازحين الذين اضطرتهم الحرب للفرار. فأكثر من 83 مدرسة تعرضت للقصف والدمار، فيما اختفت نحو 7 مدارس منها من الوجود نهائياً بفعل آلة الحرب العسكرية الإسرائيلية. القطاع المكلوم والمستهدف لم يعد يصلح هكذا للحياة، فلم يتبقى من غزة القديمة سوى قلوب أهلها وإرادتهم على الاستمرار، بلا تعليم، بلا دواء، بلا طعام، بلا أي شيء سوى الإيمان بحرية وطنهم.